كانت تونس دوماً بحكم موقعها الجغرافي المتميز وامتداد سواحلها مركزاً للحضارات المتعاقبة وهمزة وصل بين غرب البحر الأبيض المتوسط وشرقه، في امتداد ثقافي وحضري وتجاري متواصل بين العالم العربي وأوروبا وبين إفريقيا والدول المتوسطية. مما جعلها تتأثر بتراكم الأحداث البحرية والثقافات والعادات في حوض المتوسط. إنها حضارة تنهل من أعماق أسرار البحر منذ العصور الغابرة. ظلت التجارة البحرية في تونس تجارة لها شأن كبير منذ آلاف السنين، حيث كانت قرطاج قوة بحرية هائلة تمتلك أسطولاً تجارياً وحربياً يضمن لها سلامة الإبحار وهيمنتها على حوض المتوسط. وكان البحر بالنسبة لمدينة قرطاج يمثل في نفس الوقت أبرز عامل من عوامل ازدهارها وقوتها الاقتصادية، وأيضاً من سوء الحظ انهيارها بالكامل. ولكن لا تزال مواني قرطاج وحضرموت وغيرها تشهد على أهمية نشاطها التجاري آنذاك، والذي أفل إثر الغزو الوندالي. وفي عهد الدولة الفاطمية كانت المهدية منذ أواسط القرن العاشر ميلادي تمتلك أهم قواعد أسطول إفريقية ومركز قيادتها، وقد حرص الفاطميون على تطوير الأسطول الذي ورثوه عن أسلافهم الأغالبة، فأحدثوا دور صناعة جديدة بالمهدية وقصر زياد ثم بالخالصة أي باليرمو وتبرقة وقليبيا والقالة، مما جعل أسطولهم يفرض سيطرته المطلقة على المتوسط. ومرة أخرى وعبر البحر يسجل التاريخ حدثاً بارزاً في تاريخ تونس، ففي سنة 1535 قام شارل الخامس ملك إسبانيا بإنزال في ميناء حلق الواد، واحتل بعد 16 يوماً مدينة تونس عاصمة الدولة الحفصية، ودام الاحتلال 40 سنة كان عنوانه الفساد والتخريب والقتل والتنكيل. وفي سنة 1575 تمكن القائد العثماني خير الدين بربروس الذي قاد أسطولاً قوامه 400 سفينة من طرد الإسبان وتحرير ميناء حلق الواد والقضاء أيضاً على الدولة الحفصية إلى الأبد. وفي عهد الدولة الحسينية أقدم حمود باشا على تطوير التجارة البحرية، ولكنها كانت ضعيفة بسبب عمق غاطس المواني والتي كانت تمثل عائقاً للسفن الشراعية ولملاحة السواحل. وجاء بناء مخازن حلق الواد التي شيدها حمود باشا سنة 1835 بهدف تنظيم التجارة البحرية وتفعيلها في حوض المتوسط، ثم شيد بالقرب منها مصنعاً للسفن سنة 1860 لتطوير الأسطول. ولما انتصبت الحماية الفرنسية سنة 1881 تولت الإدارة العامة للأشغال العمومية دراسة إنجاز مشروع يسر على تطوير المواني التجارية بالمملكة التونسية يحقق لفرنسا الاستعمارية أهدافها المنشودة. وشرعت منذ أواخر القرن التاسع عشر في تهيئة المواني وجهرها وحفر القنال الذي يربط بين حلق الوادي والحاضرة تونس سنة 1888، وتمت أشغاله بعد خمس سنوات وفتحه للتجارة العالمية سنة 1903.
حيث شرعت فرنسا في تصدير ثرواتنا وخاصة القمح لتصبح بلادنا أول مصدر للقمح في العشرينيات من القرن الماضي وتوريد حاجياتها لتوطيد نفوذها. وشهد ميناء بنزرت القديم عدة أشغال سنة 1886، ثم قامت فرنسا بتهيئة القنال وبناء ميناء ضخم فتحته للتجارة العالمية سنة 1890، وجعلته أبرز ميناء حربي في المتوسط، يقوم أيضاً بنقل الجنود والمعمرين. كما شهد ميناء بنزرت انطلاق رحلة لحجيج تونس والبلدان المغاربية إلى الأراضي المقدسة في أول رحلة بعد الحرب العالمية الثانية على متن باخرة فرنسية قدمت من الجزائر العاصمة بها مئات من الحجيج المغاربة والأفارقة. وفي سوسة هيأت فرنسا الميناء القديم الذي يعود بناؤه إلى العهد الفينيقي، فتحت له مدخلاً للسفن وبنت أرصفة وطورت عمق الغاطس وربطته بالسكة الحديدية مع الجسرين لتصدير مادة الحلفاء، فأصبح الميناء يقوم بدور المصرف البحري لإنتاج السباسب. وفي ميناء صفاقس القديم والذي كانت له مكانة وشأن في العهد البوني، أقدمت فرنسا على جهر الميناء وتوسيعه وجهر عمق الغاطس إلى 6.5 أمتار، وبنت أرصفة جديدة وفتحته للتجارة العالمية يوم 25 أفريل سنة 1907، وبدت في تصدير المنتوجات الفلاحية وخاصة زيت الزيتون ومادة الفوسفات المتأتية من حوض المنجمي بجهة الجنوب الغربي. لقد أنهكت تكاليف إنجاز هذه الموانئ ميزانية المملكة التونسية وأغرقتها في مزيد من الديون، حيث كانت فرنسا المستفيدة لوحدها من هذا الإنجاز، في حين بقيت ميزانية الدولة التونسية غارقة في الديون منذ أن كانت تحت سيطرة باريس سنة 1869، لما أفضت إلى وضع الشؤون المالية التونسية تحت الوصاية الدولية بعد أن انهارت الميزانية في عهد خزندار، وأدت إلى انتصاب الحماية سنة 1881 وإلى معاهدة المرسى سنة 1883، والتي خنقت اقتصاد البلاد مالياً واستثمارياً، وأصبح التونسيون يعيشون الفقر والخصاصة والأوبئة لسنوات طويلة في ظل انتعاشة مالية واقتصادية لفرنسا. ومنذ عام 1900 أصبحت المواني التجارية التونسية تضم أرصفة من فئة 450 و 600 و 900 مترا. لا شك أن مواني بنزرت وتونس وحلق الواد وسوسة وصفاقس التي تقع تحت نظام اللزمة قد تحصلت على شكلها النهائي وبلغت نموها التجاري قبيل الحرب العالمية الأولى. فعهد تسيير هذه المواني لمؤسسة عمومية إلى غاية غرة أفريل سنة 1947، حيث تم إحداث وكالة المواني التجارية التي تتمتع باستقلالية التصرف المالي. غير أن المواني الرئيسية والثانوية قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية غير قادرة على تلبية حاجيات التجارة والملاحة التي تتطلبها الوضعيات الجديدة. وخلال الفترة الفاصلة بين نهاية تلك الحرب وحصول تونس على استقلالها، كانت نتائج السيطرة والهيمنة على الشؤون المالية والاقتصادية وخاصة الميزان التجاري بما فيه النقل البحري في مجال التصدير والتوريد والتحكم في كل صغيرة وكبيرة.
كانت نتائجها في غاية من الخطورة التي اعترضت دولة الاستقلال، حيث وجد المسؤولون الجدد عدة مشاكل، منها أولاً العملة التونسية الدينار عوضاً عن العملة الفرنسية الفرنك، ومدخرات هذه العملة الجديدة التي كانت حتى ذلك العهد تحت تصرف بنك فرنسا. ثانياً، كان الميزان التجاري والموروث عن الاستعمار في سنة 1956 يعاني عجزاً بالنسبة إلى تونس، مثلما تبينه إحصائيات التجارة ما بين سنتي 1956 و1957، وتقدر ب 144 ألف مليون فرنك قديم، بالإضافة إلى فوائد الواردات على حساب الصادرات. وتفاقمت مشاكل البلاد الاقتصادية بسبب قيام أصحاب رؤوس الأموال بتحويلات مالية ضخمة نحو بنوك باريس، وتوقف المؤسسات الفرنسية بتونس عن الاستثمار. ومنذ حصولها على الاستقلال أعطت تونس أولوية مطلقة لعملها المتوسطي على المستوى السياسي والاقتصادي والفني والتبادل الثقافي والحضاري مع شعوب حوض المتوسط، حيث رسمت تونس لنفسها هدفاً يتمثل في استمرار الحفاظ على الدور الرئيسي الذي يقوم به البحر الأبيض المتوسط، وصفه منطقة سلام وتعاون مصدقة، وإيماناً منها بأن النقل هو التبادل التجاري البحري هو الركيزة الأساسية والمتينة لتنمية اقتصاد البلاد وبناء الدولة الحديثة. وفي هذا الإطار مكن إصدار القانون التجاري البحري في سنة 1962 أحداث الشركة التونسية للملاحة بمقتضى الأمر المؤرخ في 16 من مارس سنة 1959. وشرعت الشركة في نشاطها بتسع سفن مستأجرة وسفينة مستعملة اشترتها من فرنسا. وفي 12 من فبراير سنة 1965 تم بعث ديوان البحرية التجارية والمواني بمقتضى القانون عدد 2 لنفس السنة ليتولى شؤون التجارة البحرية والمواني، حيث تصدر ميناء حلق الواد مركز مبادلات التصدير والتوريد ومركز الرحلات للنقل المسافرين بنسبة 98%، ونقل السيارات الجديدة بمعدل 100 ألف سيارة في السنة، ويصل اليوم النشاط الجملي الوطني للميناء إلى نسبة 22%. وفي سنة 1987 انطلق نشاط ميناء رادس في مجال نقل الحاويات والوحدات السيارة، ويؤمن اليوم لوحده حوالي 70% من الحركة الجملية للحاويات و76% من الوحدات السيارة على المستوى الوطني. تستغل الشركة التونسية للشحن والترصيف في إطار لزمة منذ 2005 ميناء رادس المشغل الأول لمناولة الحاويات، وتقدر مساحة المطرف بخمسين هكتاراً به عدة أرصفة بطول 150 متراً للرصيف الواحد. خصصت ثلاثة منها للسفن الحاملة للحاويات وأربعة للسفن الدحرجة، وترسي بميناء رادس سفن تجارية عبر خطوط منتظمة.
ويحظى ميناء رابس بعناية واهتمام كبيرين، خاصة خلال السنوات الأخيرة من قبل كل الأطراف المهتمة بالقطاع، وفي مقدمتها ديوان البحرية التجارية والمواني ووزارة النقل، وذلك نظراً للدور البارز والأساسي الذي يطلع به النقل البحري من مكانة قصوى في مجال اقتصاد البلاد ونموها وازدهارها. وبصفته القلب النابض للتجارة وللاقتصاد الوطني، يتصدر ميناء رادس أولوية في مجالات تنظيم وإصلاح المنظومة التجارية وإعادة وهيكلة نشاط الميناء وتنسيق المبادلات وتنظيم الحركة التجارية والتوزيع المحكم للنشاط مع بقية المواني الأخرى. يعتبر ميناء بنزرت بوابة إفريقيا وأوروبا، ويحتل مكانة هامة في نشاط التجارة البحرية، حيث يضمن لجهة الشمال بالخصوص مبادلات التصدير والتوريد وتنشط الشركة التونسية للشحن والترصيف في إطار تنافس كمقاول شحن وترصيف، إضافة إلى مجمع مقاول الشحن الخاص الشركة التونسية البحرية، وتوفر الشركتان معدات شحن لمناولة السوائب السائلة والبضائع المختلفة الفلاحية منها كالحبوب والصناعية كالخشب والأسمنت والحديد وغيرها من المواد الصلبة لفائدة المؤسسات الصناعية المنتصبة بالجهة. يوجد في ميناء بنزرت عدة أرصفة يتراوح طولها ما بين 100 و200 متراً، وتصل مساحة الميناء إلى 32 هكتاراً، أين تنتصب عدة مؤسسات صناعية داخل الميناء. ينتصب ميناء سوسة في قلب المدينة، يشهد ميناء سوسة حالياً إنجاز بقية المشروع الذي أعده الديوان، والمتمثل في تهيئة وتعصير وتوسيعة الضفة الجنوبية على مساحة هكتارين. لقد دعمت الأشغال التي أنجزت في الرصيف عدد 5 مردود نشاط الميناء، حيث وصل حجم المبادلات ما يفوق 2,000,000 طن، ومع انتهاء إنجاز هذا المشروع سيحتل ميناء سوسة مكانة بارزة مع بقية المواني التجارية. ويختص في مناولة البضائع المختلفة للبناء كالخشب والحديد وفتات الرخام والمواد الصناعية والرمل وغيرها من المواد المصنعة، وتمثل نسبة الواردات 64% ونسبة الصادرات 36%. وبعد إعادة وتهيئة الرصيف عدد 5 بالضفة الشمالية التي تمسح 6 هكتارات من الأراضي المسطحة، تشهد هذه الضفة اكتظاظاً خانقاً نظراً لوجودها وسط المدينة وقرب حركة النقل البري والحضري.
يحتل ميناس فاقس مكانة بارزة ويشع نشاطه بالخصوص على جهة الجنوب، حيث يصل مجمل نشاطه نسبة 16% على المستوى الوطني. وقام ديوان البحرية التجارية والمواني خلال السنوات الماضية بصيانة وتهيئة الأرصف وتقوية المسطحات بقوة 10 أطنان، مما جعل نشاط الحاويات يتضاعف في كل سنة. ويصل اليوم إلى 60,000 حاوية في السنة بمقياس 20 قدم. ويوجد بميناء صفاقس 15 رصيفاً، ويختص نشاطه في شحن حبوب الفوسفات وثلاث الفوسفات الرفيع والمواد الكيميائية ومادة الفوسفات الخام. وتصل نسبة شحن المواد المنجمية إلى 21% من نشاط الميناء، إضافة إلى شحن الرخام والملح. وتفريغ الحبوب بنسبة 37% على المستوى الوطني. كما يقوم ميناء صفاقس بتوريد عدة مواد صلبة لفائدة البناء والمؤسسات الصناعية، كما تقوم العبارات برحلات منتظمة ومتتالية كجسر بحري وهمزة وصل بين محطة ميناء صفاقس وجزيرة قرقنة. تم بناء ميناء جابس سنة 1979، وتمت توسعته سنة 1984 بهدف الاستجابة لحاجيات نشاط المنطقة الصناعية والمختصة في تحويل مادة الفوسفات والمواد الكيميائية. ويتولى ميناء المنتصب في المنطقة الصناعية بتصدير المواد الكيميائية، منها مناولة الكبريت والأمونياك والحامض الفوسفوري والسماد المفصفط والغاز، ويقوم أيضاً بمناولة البضاءة والمواد الصناعية وحاجيات البناء وآلات المصنعة. ويصل الغاطس إلى 12.5 متراً. ورغم بعض الانعكاسات السلبية على البيئة والمحيط وعلى نشاط الميناء، تقوم المنشآت الصناعية بجابس بدور رئيسي لفائدة اقتصاد البلاد. نشأ ميناء جرزيس التجاري سنة 1988 على رصيف طوله حوالي 700 متراً. ورغم بعض الصعوبات اللوجستية والبشرية، منها عدم وجود عوارض تحمي الميناء، فيمسح الميناء 32 هكتاراً منها 10 هكتارات خصصت للفضاء التجاري، ويصل نشاطه إلى 700,000 طن فقط، في حين بإمكانه أن يحقق نمواً متصاعداً مع تنوع نشاطه وربطه بالمواني التجارية الأخرى، حتى لا ينحصر نشاطه في تصدير المواد السائلة والمياه. مواكبة لتطور قطاع النقل البحري في العالم، أعد ديوان البحرية التجارية والمواني مشاريع مستقبلية كبرى من شأنها أن تحقق قفزة نوعية في مجال تطوير موانيه، منها بالخصوص بناء ميناء جديد في أعماق البحر بنفيذة لاستقطاب السفن الكبرى من الجيل الثالث التي تصل حمولتها إلى 18,000 حاوية، ويصل عمق الغاطس إلى 17 متراً، ويصل طول الأرصفة إلى 5,000 متراً، ومساحة المسطحات إلى 233 هكتاراً، ومساحة المنطقة اللوجستية ذات العلاقة بالميناء 2,000 هكتاراً. ومع إنجاز هذا المشروع يصبح ميناء نفيذة أول ميناء ضمن المنظومة المينائية من الجيل الثالث في تونس.
وفي انتظار إنجاز هذا المشروع الضخم، يقوم ديوان البحرية التجارية والمواني بتنفيذ عدة مشاريع تخص إعادة بناء وهيكلة وتعصير المواني التجارية، وذلك بهدف توفير سبل الاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني والاندماج في المشروع الأورومتوسطي للطرقات السيارة البحرية. وتأتي هذه المشاريع لتعزيز ضمان السرعة والجودة والسلامة والقدرة التنافسية في مجال إزداء الخدمات للسفن والبضائع على حد السواء، وذلك بإرساء الوسائل المتطورة للنقل الذكي في مجالات الرفع والخزن والنقل السريع إلى المواني المتوسطية والعالمية، واستخدام التكنولوجيات الحديثة في مجال التصرف في المواني وتبادل المعطيات المعلوماتية. إن إنجاز وتنفيذ المشاريع المستقبلية الكبرى هو أمر ضروري يحقق للمواني التجارية التونسية الاستجابة لمتطلبات التحولات الاقتصادية والتغيرات الكبرى في قطاع النقل البحري على المستوى المتوسط والدولي.